بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه وتعالى جمع القلوب على الحق بحكمته، وطوى الوجود على يديه بقدرته، ووسع كل شيء بعلمه ورحمته. سبحانه يخلق ما يشاء ويختار. سبحانه هو الله الواحد القهار. سبحانك ربنا آناء الليل وأطراف النهار. نشهد يا ربنا أنك عز كل ذليل، وغنى كل فقير، وقوة كل ضعيف. ونصلي ونسلم على خاتم رسل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الصادق الأمين، البشير النذير، السراج المنير. علمنا عليه الصلاة والسلام أن ممن يظلهم الله تعالى تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فصلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، يا من قلت مجيبا لسائلك حين سألك من أدبك، فقلت أدبني ربي فأحسن تأديبي. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في ليلة جديدة من ليالي الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تنظمه وزارة الأوقاف وتقيمه برعاية طيبة كريمة مشكورة من معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. يقام هذا الأسبوع حاليا من مسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، وندوتنا اليوم تحت عنوان حقوق الصداقة. ضيوفنا الأعزاء الكرام الدكتور محمدي صالح عطية، المدرس بكلية دار العلوم بجامعة المنيا، فضيلة الشيخ محمود محمد الأبيدي إمام وخطيب المسجد، معنا قارئاً القارئ الشيخ عبد الرحمن فرج حافظ، ومعنا مبتهلاً فضيلة المبتهل الإذاعي المحبوب والمعروف الشيخ شعبان عبد الجيد. حضور كريم ومشرف من حضراتكم، تحية لكم ولكل مشاهدينا عبر صفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. ندواتنا أيها الأحباب وليالينا هذه مليئة بالنفع والخير والبركة، فحسنا فعلت وزارة الأوقاف من خلال هذه الأسابيع، حيث تطرح موضوعات وقضايا مهمة تهم جميع الأفراد وكذلك جميع المجتمعات. تطرح القضايا، نتدارس الإيجابيات ونتعلم السلبيات، نستفيد من إيجابيات موضوعاتنا وقضايانا ونركز عليها، وكذلك
نضع الحلول لكل السلبيات التي ربما يمارسها البعض أو الكثير منا في بعض الأمور. محاضرتنا اليوم تحت عنوان حقوق الصداقة، وكما قال لي فضيلة الشيخ محمود الأبيدي قبل بدء هذا البث أن موضوع الصداقة هذا موضوع مهم جدا، ولا يخفى على حضراتكم أن حق الصداقة من الحقوق التي أكد عليها الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، وعندنا آية في كتاب الله سبحانه وتعالى تدعونا إلى أن يكون كل خليل وفيا ومحبا وبارا بخليله حتى نصل إلى أن نفوز بقول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الليلة وفي هذا المكان بغير حول منا ولا قوة أن يجمعنا جميعا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أيها الأحباب الكرام، على بركة الله تعالى نستهل ليلتنا المباركة هذه بخير الكلام وأطيبه وأصوبه وأعذبه بالقرآن الكريم. نبقى مع آيات بينات يتلوها علينا قارئنا الليلة الشيخ عبد الرحمن فرج حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة إذ يوم
يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاء ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي
خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم صدق الله العظيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. استمعنا إلى آيات بينات من الشيخ عبد الرحمن فرج حافظ، استهللنا بها هذا اللقاء الطيب من هذه الليلة الطيبة من ليالي الأسبوع الدعوي الثقافي من هنا من مسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر بالقاهرة، حيث تنظم وزارة الأوقاف الأسبوع الثقافي من هذه الرحاب الكريمة خدمة لرواد هذا البيت العامر ولمشاهدي صفحة أو هذا البث عبر صفحة وزارة الأوقاف المصرية على الفيسبوك، بحضور مشرف كريم من السادة الفضلاء رجال وزارة الأوقاف بمحافظة القاهرة، فضيلة الدكتور محمود خليل سيد خليل وكيل المديرية لأوقاف القاهرة، الشيخ فتحي محمود الجوهري مفتش المساجد بإدارة أوقاف شرق مدينة نصر، الشيخ محمد أحمد علي حسن مفتش المساجد بإدارة أوقاف شرق مدينة نصر، فضيلة الشيخ محمود الأبيدي إمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء ومتحدثنا الليلة كذلك، وكذلك كل الترحيب بمجلس إدارة مسجد فاطمة الزهراء جزاهم الله خيراً وجعل هذا العمل في ميزان حسنات الجميع. أيها الأحباب، حسنا فعل قارئنا الكريم حين استهل تلاوته بسورة النجم ونحن نعايش في هذه الآونة حادثة أو معجزة الإسراء والمعراج، حيث أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء تطيبا لخاطره ورضا من الله سبحانه وتعالى عن نبيه، حين استقبله في السماء بعد أن قلته الأرض أو جفى عليه وقسى عليه أهلها. سيدي يا رسول الله، صدق القائل حين قال فيك: يا قلب أنت بحب المصطفى وله، وحبه إن سرى في القلب زكاه، يا قلب هذا نبي كل فطرته نور تبارك من بالنور سواه، محمد واسمه يشفي مواجعنا، ما قاله موجع إلا وداواه، إن المدائح ليست فيك نافلة بل المدائح فرض قد وعيناه، ومن أحبك صار الكون خادمه وعاش في النور دنياه وأخراه. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها الأحباب الكرام،
ندوتنا اليوم وموضوعنا وقضيتنا اليوم التي طرحتها وزارة الأوقاف تحت رعاية معالي وزير الأوقاف خلال هذه الليلة هو موضوع حقوق الصداقة. معنا الليلة عالمان جليلان سنتعلم منهما ونستفيد منهما الكثير حول هذه الحقوق وهذه القضية وهذا الواجب إن شاء الله تعالى. نبدأ أولا بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمدي صالح عطية المدرس بكلية دار العلوم جامعة المنيا، فليتفضل مشكورا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الصداقة، وما أدراكم ما الصداقة؟ هذا العنوان الذي اختارته وزارة الأوقاف لندوة اليوم. والصداقة ضرورة وليست نافلة من الأمر، إنما هي أمر فطري. لذلك قال الإمام عياش بن مطرف حين أراد أن يصف لنا الصداقة والأخوة والألفة والمحبة فقال: لا حياة لمن لا إخوان له، لا حياة لمن لا إخوان له. وهذا ما قاله المتنبي في شعره حين قال: شر البلاد مكان لا صديق به، وشر ما يكسب الإنسان ما يصم. فلا يستطيع إنسان أن يعيش بلا أصدقاء، وإن عاش في عزلة فهو في الحقيقة يعيش سجينا، يعيش سجينا كالمسجون. لذلك في دراسة حديثة، دراسة اجتماعية نفسية أجروها على أكثر من 50,000 شاب في البلدان العربية وفي البلدان الأوروبية كذلك، وجدوا من نتائج الدراسة، وهي دراسات ميدانية كبيرة جدا، وجدوا أن من نتائج هذه الدراسة أن الشباب خصوصا في سن المراهقة الذين يعيشون عزلة بلا أصدقاء هم أكثر ما يتعرضون للأمراض النفسية. جعلوا في مقدمة هذه الأمراض النفسية العزلة والاضطراب الفكري والانحراف الفكري الذي يأتي من خلاله التطرف، سواء التطرف الديني أو التطرف الاجتماعي أو التطرف الثقافي، كذلك العدوان الدائم. وجدوا أن معظم من عندهم هذه الصفات السبب الرئيس عندهم هو قلة الأصدقاء الحقيقيين، إن هم ما عندهمش أصدقاء كثر. وهذه فطرة الله، ربنا عز وجل يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. كلمة لتعارفوا ليست مجرد المعرفة، وإنما هي أعمق من ذلك بكثير. لتعارفوا يعني لتكونوا صداقات، لتكونوا محبات، لتكونوا أخوة صادقة، وهذا ما دعانا إليه الإسلام. الصداقة يا أحبة ليست مجرد أمر كما قلنا في البداية، ليست نافلة من الأمر، إنما هي أصل من أصول الدين. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. لو تدبرنا في هذه الآية بالمفهوم اللغوي نجد أن هذه الآية تحمل معنى دقيقا، ألا وهو: لا إيمان
بلا أخوة ولا أخوة بلا إيمان، وهذا يفهم من الحصر والقصر في الآية، إنما المؤمنون إخوة. هذا الحصر الذي حصر الله عز وجل في هذه الآية يفهم من خلاله أن لا يكتمل إيمان المرء إلا إذا كان معه إخوة صادقة وأخوة صالحة. لذلك الله عز وجل جعل الصداقة في مرتبة الأقارب. في سورة النور الآية لما الله عز وجل يتكلم عن الأكل وأن تأكلوا من بيوتكم وبيوت آبائكم في الآية وإيه وصديقكم، إذن معنى ذلك أن الله عز وجل جعل الأصدقاء في مرتبة الأقارب، وضع الصديق مع الأب والابن والأخوات والإخوة والعمات والأخوال والخالات. الله عز وجل جعل الصداقة والأصدقاء من ضمن هذه الأشياء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن كمال الإيمان وكمال الإسلام مرتبط بمن يحب لله ويكره لله. قال صلى الله عليه وسلم: من سره، أنا أريدك أن تتأمل معي في هذا الحديث، من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. تريد أن تستطعم جمال الإيمان؟ الإيمان له طعم يا أحبة، له طعم كطعم العسل. طعم الإيمان هذا لا يشعر به إلا من اكتمل إيمانه. تريد أن تشعر بطعم الإيمان؟ وطعم الإيمان أمثله لحضراتكم في مثل بسيط جدا. ممكن تجد أخوين صديقين يصليان في مسجد واحد وفي صف واحد ووراء إمام واحد، أحدهما يصلي ركعتين كأنه يصليهما في الجنة، وآخر يصلي الركعتين كأنه لا يفيد من صلاته إلا أنه أسقط من ظهره الفريضة فقط، مجرد أداء. هذا الذي شعر بطعم الصلاة هذا شعر بطعم الإيمان. لذلك من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا يبين لنا أن الصداقة والأخوة والمحبة أصل من أصول هذا الدين. الصداقة فضائلها كثيرة جدا، لا أريد أن أستفيض أكثر من ذلك فيها، لنتطرق لعنوان الرئيس لهذه الندوة: حقوق الأصدقاء، حقوق الصديق. في الحقيقة أولا قبل أن نتكلم عن حقوق الصديق يتبادر سؤال مهم: من هو الصديق؟ من تصاحب؟ حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله وطيب تحت الأرض ثراه قال أنك لا تصاحب إلا خمسة، الخمسة دول بس هم اللي تصاحبهم. أولهم صاحب العقل، يقول: فلا خير في صحبة الأحمق. هذا الذي ينطبق عليه حقوق الصداقة، والأحمق الذي يأخذ. لذلك العرب تقول دائما: الصاحب ساحب، إما إلى الخير وإما إلى الشر. لذلك صاحبك إن لم يكن ذا عقل فلا تنطبق عليه حقوق الصداقة. كذلك حسن الخلق، لابد أن يكون صديقك حسن الخلق فلا تصاحب من ساء خلقه. كذلك الصلاح، فلا تصاحب فاسقا ولا تصاحب متطرفا ولا تصاحب
إنسانا دنيئا في دينه، كذلك لا تصاحب من يقدم الدنيا على الآخرة، كذلك لا تصاحب إلا صادقا. شوف الإمام الغزالي يقول: لا تصحب كذابا فإنه مثل السراب يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب. فمهم جدا قبل أن تسأل عن حقوق الصديق أن تسأل من هو الصديق. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن مقتدي. ما هي حقوق الصديق إذن؟ كثيرة جدا حقوق الصداقة، حتى إننا وجدنا من علمائنا لنجد ونعرف خطورة الأمر، كثير من علمائنا يا أحبة ألفوا مؤلفا كاملا، بعضه وصل إلى 400 صفحة يتكلم في الكتاب فقط عن حقوق الصديق. منها على سبيل المثال الإمام ابن أبي الدنيا ألف كتابا اسمه الإخوان، هذا الكتاب من أوله لآخره يتكلم عن آداب الأخوة وحقوق الأخوة إلى آخره. كذلك الإمام عبد الرحمن السلمي، وهذا من أفضل أو من أكثر من تعمق في حقوق الصداقة، حتى إنه أورد أكثر من 100 حق من حقوق الأصدقاء والأحبة والإخوان في كتاب واحد اسمه آداب الصحبة. كذلك الإمام أبو حامد الغزالي جعل ركنا أساسا من أركان كتابه إحياء علوم الدين حقوق الأصحاب، آداب الصحبة. كذلك الإمام الغزالي نفسه في كتاب آخر له اسمه كيمياء السعادة، هذا الكتاب جمع فيه كل ما يحقق للإنسان السعادة في الدنيا والآخرة، جعل بابا في كتاب كيمياء السعادة اسمه آداب الصحبة. نلخص من ذلك نقاط سريعة حتى لا يكون ثلاث دقائق. تمام. أول هذه الحقوق يا أحبة الإخلاص والوفاء، لابد أن تكون مخلصا ووفيا لصديقك. الإخلاص يتمثل في حسن معاشرتك له، يتمثل في ألا تتكلم عليه بسوء، لذلك يقول الخليل بن أحمد: من نم لك نم عليك، ومن أخبرك خبر غيرك أخبره بخبرك. كذلك من حقوق الصداقة الإعانة، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مرفوع أنه قال صلى الله عليه وسلم: المرء كثير بأخيه يكسوه يحمله يرفده. يعني إيه؟ يعني المرء إذا كان معه أخ صادق، صديق صادق حقيقي، يعني هذا الصديق لابد أن يعينه على البر وعلى أمور الخير. كذلك من حقوق الصداقة حفظ اللسان، فلا تتكلم عن أخيك إلا بخير، ولا تستخدم لسانك معه إلا في الخير. كذلك من حقوق الصداقة العفو عن الزلات وحسن الظن، كن حسن الظن. والإمام الغزالي يقول في ذلك عن الذين يسيئون الظن في أصدقائهم وإخوانهم وجيرانهم، يقول: سيء الظن يرى الناس من حيث هو، لذلك لا تكن سيء الظن. وعن ذلك يقول أحد السلف: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك. وفي ذلك أذكر سريعا ولن أطيل قصة بسيطة جدا وردت في روضة العقلاء، وهي زوجة طلحة بن عبد الرحمن. تقول زوجة طلحة لطلحة لزوجها: والله ما رأيت ألأم من أصحابك، أنا ما شفتش حد لئيم زي أصحابك دول. فقال لها: مه لا تقول ذاك فيهم، وما رأيت من لؤمهم. إيه اللؤم اللي انت شفتيه؟ فقالت: أمرا والله بينا، يعني أنا رأيت أمرا بينا، هو إذا أيسرت لزموك
وإذا أعثرت جانبوك، يعني لما يلاقوا معك فلوس يجولك ويزوروك ويقعدوا معك، ولما يعرفوا ان انت معكش فلوس وما فيش من وراك مصلحة لا يأتونك أبدا. فقال لها: والله ما زدت من كلامك إلا أن وصفتهم بمكارم الأخلاق. قالت: كيف؟ قال: ما هذا؟ إنهم يأتوننا في حال قدرتنا عليهم ويفارقون في حال ضعفنا عليهم حتى لا يحرجوننا، حتى لا يحرجونا. شوف حسن الظن وصل إلى هذه، إلى هذا الحد. كذلك من حقوق الأصدقاء التخفيف عليهم، وفي ذلك طبعا يدخل في ذلك الزيارة، أن تزور صديقك لكن زيارة خفيفة كل فترة، مش كل يوم عنده الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: زر غبا تزدد حبا. الغب يعني ايه؟ يعني ان انت تزور يوم ويومين لا، اسبوع واسبوع لا. حقوق الأصدقاء كثيرة يا أحبة، لا أريد أن أطيل على حضراتكم أكثر من ذلك، لكن الشاهد أن الصداقة ضرورة، وأنه يجب على الإنسان أن يراعي حقوق صديقه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. جزا الله خيرا فضيلة الدكتور محمد صالح عطية المدرس بكلية دار العلوم بجامعة المنيا على هذه المحاضرة القيمة حول حقوق الصداقة. جاءت هذه المحاضرة أيها الأحباب ضمن فقرات ليلتنا هذه وندوتنا هذه خلال الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تنظمه وتقيمه وزارة الأوقاف بمسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر بالقاهرة، برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبحضور السادة رجال الأوقاف الكرام الدكتور محمود خليل سيد خليل وكيل المديرية، والشيخ فتحي محمود الجوهري، والشيخ محمد أحمد علي. أيها الأحباب، الصداقة ليس هناك ما يجلي هذا الحق أكثر من صداقة الصديق رضي الله عنه للصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر الصديق في الهجرة من حبه لصديقه وحبيبه رغم صعوبة هذا الأمر وقسوته يسأل صديقه الصحبة، الصحبة يا رسول الله. وحين وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الصحبة من شدة فرح سيدنا أبي بكر بصحبة خليله وصاحبه رسول الله يبكي فرحا رغم قسوة ما هو مقبل عليه. وهنا تروي السيدة عائشة رضي الله عنها فتقول: والله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي. فرضي الله عن سيدنا أبي بكر وصلى الله وسلم على معلم البشرية الخير سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أيها الأحباب، بعد أن استمعنا للمحاضرة القيمة نأتي إلى الموعظة والكلمة الطيبة، حيث ضيفنا الكريم أو مضيفنا في هذا المسجد إمام هذا المسجد المحترم الصديق العزيز فضيلة الشيخ محمود محمد الأبيدي، أسأل الله له التوفيق والقبول. سنستمع إليه بإنصات إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه في مبدأ كل أمر ومنتهى. اسمحوا لي بداية أن أرحب بحضراتكم وأن أقدم عظيم الشكر والامتنان لوزارة الأوقاف المصرية ولمعالي السيد الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على هذه الأنشطة وهذه الطفرة الدعوية، فلقد أتيت خادما للدعوة في هذا المسجد المبارك وتمنيت من الله أن أبدأ الدعوة فيه وأن أحاول أن أحسن فيه مظهرا ومخبرا، وساعدتنا هذه الأمسيات على أن نقوم بدورنا في بناء العقول وفي بناء الوعي، لا سيما فيما نتحدث فيه الليلة، فنحن نتحدث عن موضوع في غاية الأهمية ألا وهو حقوق الصداقة. لا أرحب بالسادة الأكابر الإذاعي القدير أستاذ فوزي عبد المقصود أو الدكتور محمدي أو السيد الدكتور محمود خليل أو السادة الكرام جميعا أو أخي وصديقي الشيخ شعبان أو الشيخ عبد الرحمن، كلهم في بيت الله أصحاب مكان ونحن عليهم ضيوف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في الدنيا على طاعته ومحبته وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار كرامته ومستقر رحمته. واختر خليل قلبك بحكمة، فليست كل القلوب بالقلوب تليق. الصاحب يشفع وينفع ويرفع، قال الله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. أرجو أن نتصور أنه قال على دين ولم يقل على طبع أو على منهج، لأن الصاحب كما قال أستاذنا ساحب. وقال الإمام رضي الله عنه: إن الصديق الحق من إذا كان معك، من يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت نفسه فيك ليجمعك. الصاحب يقدم لصاحبه العهد، الصداقة عهد بين القلوب وتآلف الأرواح، فإن الصداقة اختيار، ربما تكون رابطة الصداقة أهم من رابطة الدم، لأنها تتكون بناء على الاختيار، فالإنسان يختار من يصاحب ومن يخالل، وإذا كان رفيقا له في الدنيا ينفع ويرفع، فإنه في الآخرة بإذن الله يشفع. لما؟ لأن الصاحب إذا قدم الخير أضفى على صاحبه من الخير. دعونا نفكر في هذه الحياة. إذا صاحبت إنسانا يقرأ القرآن صرت ممن يسمعون القرآن، فتعودت على سماع القرآن. وقال العلماء من الأكابر: والله ما رأيت خليلا يرفع قدر خليله كالقرآن. فمن صاحب القرآن أو صاحب من يصاحب القرآن عاش في سعادة في الدنيا وفي الآخرة. حقوق الصديق، حتى نشنف الآذان مع المبتهل الجميل، حقوق الصديق أو حقوق الصداقة: منها أن تحفظ غيبته وأن تنصحه دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لأئمة المسلمين وعامتهم. وقد تحدث الحبيب عن الحبيب وعن الصديق والصديق الذي وصفه القرآن بالصاحب، لما قال لسيدنا رسول الله: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، ولو مد يده لأمسك بنا. قال: ما ظنك باثنين؟
الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. وتحدث ربنا تبارك وتعالى عن الحدث والمشهد بقوله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. سأتوقف للحظة مع قوله إن الله معنا ومع قوله في قصة سيدنا موسى إن معي ربي. لماذا قال موسى لأصحابه كلا إن معي ربي سيهدين ولم يقل إن معنا؟ ولماذا قال النبي لصاحبه لا تحزن إن الله معنا؟ قال العلماء من أهل التفسير: الصديق كان يؤمن بيقين أن صاحبه صادق وأنه سينجو معه، فلذا أخبر بالمعية على شكل المثنى فقال إن الله معنا. أما أصحاب موسى لما تراءى الجمعان وقالوا له إنا لمدركون قال كلا إن معي، لأن اليقين كان يثبت في قلب موسى ولم يكن ثابتا في قلب أصحابه. ومن هنا كان الصاحب مع صاحبه ثابت بيقين يعلم أن الله معهما، ولذا قال إن الله معنا. اختر خليلك واصطفيه. إن الاختيار يجب أن يبدأ من الآباء أولا، أن يتخيروا لأولادهم النجباء الأصدقاء الأصفياء الأنقياء الذين يعلمون ويتعلمون ويتعاملون بالقرآن ويعيشون مع القرآن. ومن هنا تبدو الحياة هادئة سعيدة صافية، ليس فيها شغب ولا قلق ولا تعب ولا نكد، وإنما تبدو وفية. العهد بين القلوب أن يخاف الصاحب على صاحبه، بل إن استطاع أن ينجيه في الآخرة يفعل، لأن الله تبارك وتعالى يعامل الإنسان على حسب قلبه وعلى حسب صاحبه وعلى حسب أحبابه. ومن هنا فإن الحب يورث والبر يورث، وكذلك يضفي على الإنسان عطاء لا يعرف الإنسان من أين يأتي، طبع يتطبع به الإنسان. الواحد منا إذا صاحب إنسانا يشرب من القهوة سكر قليل مثلا أو سادة، وعاش مع صاحبه كثيرا تعود معه حتى إذا كان يحبها على غير عادته. هكذا الصداقة تأخذ الإنسان إلى تغيير الطباع وتغيير الأحوال. يقولون في القيامة: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، لأن الصاحب بعدما ينفع ويرفع في الدنيا يأتي في الآخرة ليشفع. فيخبر المولى تبارك وتعالى: يا رب هذا صاحبي، كنا نقرأ القرآن معا، وكنا نجلس في المسجد معا، وكنا نتناصح سويا، وكنا وكنا وكنا. فيقبل الله شفاعته لصاحبه. فانظر وتخير واختار، إنه اختيار. العهد بين القلوب لا يؤخذ هباء، وإنما يعطى لأولي الألباب، للمتقين، للصالحين، للأصفياء، للأنقياء. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صاحب من يتقي الله، صاحب من يدلك على الله بحاله قبل مقاله. بهذه الكلمات أختم كلمتي. أسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا المسجد العامر على طاعته
أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الإنسانية صلى الله على حضرته في جنته ودار كرامته ومستقر رحمته. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، وأعنا فيه على الصلاة والصيام والقيام. اللهم اكتب لنا وللمشتاقين حجا مبرورا إلى بيتك الحرام، وصلاة في مسجد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأذن لنا بالوقوف على جبل عرفات هذا العام، ومتعنا برؤية الحبيب المصطفى في المنام، وارحم آباءنا وأمهاتنا وأساتذتنا ومشايخنا ومن علمنا وكل من كان له فضل علينا. يا مولانا يا مجيب، من يرجوك لا يخيب، تشفعنا بالحبيب، اقض حاجتنا قريب. اللهم يا عالم السر منا، لا تكشف الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام، أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام. يا عالما لا يعلم، صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح للخير أبوابا وتملأ الصحف ثوابا وترد عن قائلها شرا وعذابا ويلهم بها في القبر جوابا وصوابا. وعلى آله وصحبه وسلم ما ساق الريح بأمر الله سحابا. أحسن متحدثنا جزاه الله خيرا فضيلة الشيخ محمود محمد الأبيدي إمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر، حيث انعقاد الأسبوع ليالي الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أحسن متحدثا وأحسن داعيا وأحسن موجها ومعلما فجزاه الله خيرا، ولعل هذا من نفحات هذه الرحاب ومن نفحات الحضور الكريم ومن نفحات موضوعنا الجميل، جزا الله خيرا من اختاره وطرحه للنقاش والتعليم هذه الليلة، موضوع حقوق الصداقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الأخلاء الأوفياء الأنقياء الأتقياء، حتى نحشر مع الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ونلتقي جميعا على حوضه الشريف ونشرب من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أيها الأحباب، ونرفع في الختام أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، داعين ومبتهلين وراجين بصحبة المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وألف بين قلوبنا واحفظ مصرنا واحفظ جيشنا يا أكرم الأكرمين يا يبدون غير الذي في قلبهم خافي،
صاحبنا إذا رأوني قالوا أنت صاحبنا وإن أغب طعنوا. كم